طبعا كلجنة البلديات في مقاطعة الحسكة تم تشكيل أيضا خلية أزمة، طبعا حسب الإمكانيات الموجودة لدينا بالتنسيق مع فوج الإطفاء في كانتون الحسكة، تم تأمين مواد تعقيم من الكلور، وبدأنا بحملة بمدينة الحسكة. طبعا هذه الحملة مستمرة في جميع، سوف تستمر في جميع مدن مقاطعة الحسكة. بدأنا قبل يومين بالحملة، طبعا بدأنا من الناحية الغربية في مدينة الحسكة، شارع الكنيسة وشارع الجراج. طبعا اليوم الثاني كان في منطقة ناحية الحجر والمناطق، طبعا سوف تشمل جميع الأحياء الرئيسية والفرعية ضمن مدينة الحسكة. بعدها سوف تبدأ الحملة في المدن الباقية في مقاطعة الحسكة. طبعا الهدف من هذه الحملة هي تعقيم الشوارع وتوجيه رسالة لشعبنا بأخذ الحيطة والحذر، وطبعا هذا الوباء وباء عالمي. طبعا تخصيص صهريجي من فوج الإطفاء، سعة كل صهريج 100 برميل، تم تجهيزهم وتجهيز مادة المواد المعقمة من الكلور ضمن الصهاريج ورش جميع الطرق الرئيسية. طبعا بعد الساعة 6 مساء عندما تتوقف حركة السير أيضا وتكون الشوارع خالية من الحركة، تبدأ حملة التعقيم ضمن الشوارع في مدينة الحسكة. طبعا نداؤنا إلى شعبنا أخذ الحيطة والحذر وعدم التجمع في تجمعات كبيرة، وأخذ المسافة اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء، لنستطيع أن نحافظ على سلامة مواطنينا في هذه الفترة الحرجة من انتشار وباء كورونا. طبعا نناشد جميع مواطنينا بحملة النظافة والتعقيم ضمن المنازل أيضا، وعدم والحفاظ على النظافة العامة في هذه الفترة، لأننا نمر بمرحلة لنتجاوز هذه المرحلة الصعبة في مناطقنا، في مناطق شمال وشرق سوريا.